لو كان نقول لك 90% شخصيتها شخصيتها يعني خبريني على بي شوفي شوفي احيانا كي تجي العروس او الزبونه كسوا انفيتي ولا واش عندها كي تكوني تحكي معاها تحسي من شخصيتها واش يخرج عليها. كي اللي يخرج عليها حاجه سامبل حاجه قلوي يعني ماشي على حسب ملامح الوجه ملامح تدخل فيها انا نتبع الشخصيه تاني. كاين انس كاين بنات ما يخرجش عليهم الشارج ما يخرجش عليهم الخليجي ما تقولي تشوفيها شاب عندها لي تخي تاعها شابين بصح شخصيتها ما تبرزلها عافاك بلي كاين. شوفي دوك نفهمك كاين عروسات كي تشوف تقولي المكياج هذا انا حسيته تاعي شغل عطاني الهويه تاعي فالشخصيه انا ندخلها في الوسط تلقيني نقصر مع الزبونه تاعي نهضر معاه لا فاصون باغلي تاعها نقدر نفهمها واكيد شكل الوجه شكل العينين نوع البشره تاعها حواجبها طالعين هابطين عينيها مبطنه عينها كبيره كاين حتى تلقاي عينها كبيره يخرج عليها شارجي.